حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج على المكشوف. حصتنا لهذا اليوم تقول: فوقي سايق مستجد وكانت عنده جمسي، قرر يشتغل سايق على خط بغداد الرمادي. بيوم من الأيام هو بالطريق شاف قدامه ازدحام من هذا الزين أبو الساعتين، ومن شاف الازدحام طبق على صفحة ورجع الكوش اللي ورا لنعرف الشغلة وراها حسبة وجدري. ورا خمس دقائق فات من يمة أبو تاهو اسمه دوحي وأخذ يمنى على طريق ترابي. فوقي بينه وبين نفسه قال: هذول أهل الجمسيات يندلون كل الطرق، وأكيد هذا يندل الطريق. يقول لحقته، وأول ما طلع ورا دوحي باوع بالمراية لقى وراء أربع سيارات. هذا الشيء عزز الثقة عند هذولة أنه اللي وراء هم يعرفون بهذا الطريق. طريق ترابي ضيق وبزول وصعده ونزله وطسه، وكل هذا فوقي يقول ما يخالف نوصل البغداد أحسن ما نبقى بالازدحام وما نعرف شنو اللي صاير بالطريق، حادث مسؤول ما تدري. المهم فوقي يمشي ورا دوحي الأكثر من ساعة لحد ما شافه طبق على بيت ونزل عليه. فوقي نزل عليه قال له: أخوي الله يساعدك، شو وقفت؟ جواب دوحي قال له: إيه هذا بيتي. فوقي قال له: شنو بيتك؟ أنت تحكي صدق لو تتشاقه؟ قال له: يابا والله بيتي. باوع فوقي وراه لقى أكثر من 200 سيارة واقفة وراه. رجع فوقي الدوحي قال له: زين أنت ما شفتنا نمشي وراك؟ قال له: إيه شفتكم. قال له: زين إحنا زوافيف وراك نمشي مثلا؟ مشينا وراك إحنا عبالنا إنه تندل الطريق. قال له: زين وهسه شو أسوي لكم إذا أنتم ما تسألون؟ كان سألتوا حتى تفتهمون. فوقي رجع على هذول اللي يمشون وراه قال لهم: زين أنتم ليش مشيتوا ورايا؟ قالوا له: غير أنت تندل وصرنا وياك ومشينا وراك. فربات سالفتنا يا جماعة الخير، بالكم تمشون ورا أحد ما تعرفونه زين، لأن بعدين يطلع يريد يوصل الأهداف اللي هي عكس أهدافكم تماماً. وهذا اللي صار بالسنوات الماضية بالانتخابات وغيرها، وهذا حالنا. وأبو المثل يقول: على حصة الطبل والباقي يمكم.